Radio. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. طريق طويل ما زال ينتظر الحكومة لترتيب علاقتها بقطاع المقاهي والمطاعم فرغم انفراج ما بعد رمضان بقرار فتح هذه الفضاءات لوقت إضافي، ما يزال أربابها والجمعيات الممثلة لها يطالبان بمراجعة الضرائب والجبايات المفروضة بشكل تعسفي. وأفاد مصدر صحفي بأن الحكومة تتجه إلى تخفيف التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بعد شهر رمضان، مؤكدا السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة 11 ليلا مع إمكانية التخفيف من بعض القيود المعمول بها حاليا. والحديث عن هذا الموضوع كان لنا اتصال بمحمد بن عبد الفضل رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، وكذلك منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعم بالمغرب، والذي مدنا بتصريح خاص لإذاعة كابراديو بهذا الخصوص فلنسمع. للأسف اليوم بعد تقريبا قرب يكمل شهر رمضان، ولقينا لحد الساعة كننتظروا واحد خطوة عملية من طرف الحكومة للتعويض ديال هاد الناس اللي توقفوا على العمل ديالهم. وللأسف أن الحجة الوحيدة اللي كانت عند الحكومة هي التصريح ديال السيد وزير الصناعة والتجارة في البرلمان، واللي قال بأن هذا القطاع حسب بعض المصادر هناك 80% من العاملين غير مصرح بهم. هاد الأرقام هادي احنا بالنسبة لنا راهي ما كاينه شيء، وكاين أقل بكثير من هذا الرقم، بل بالعكس كانت هذه خصها تكون واحد الفرصه ان الناس اللي عندهم مصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم تسريع بالتعويض ديالهم عن فقدان الشغل، لان الدوله هي اللي حبستهم ما يخدموا شيء. وكانت غادي تكون واحد الفرصه باش غادي نشجعوا الناس الاخرين اللي ما عنده اللي ما كيصرحوش، اليوم كيشوفوا بان راه التصريح شيء مهم، واللي مصرح هو اللي كيستافد، وكانت غادي تعطي واحد الثقه كبيره. لكن للأسف من ناحية العملية الحكومة ما دارت والو، وإحنا اليوم راه كنحسوا بأن الحكومة غير متضامنة بالكامل مع هاد القطاعات ديالنا، لا ديال المقاهي ولا ديال المطاعم، لأنه اليوم ليس فقط ما تم تقديم حتى شي دعم منذ بداية الجائحة للمهنيين في القطاع واللي تفرض عليهم الإغلاق وتم إغلاق ديال المصادر الرزق ديالهم والمداخل ديالهم، بل تمت اليوم كتم مطالبة ديالهم بنفس السومة ديال الضرائب اللي كانت في 2019 قبل من الجائحة و2018. مثلا الرسم المهني اليوم كنا كنتسناو أن الحكومة فاش كانت كتصوب القانون المالية وفاش كتدير هاد الإجراءات ديال الإغلاق وكتفرض التقليص ديال ساعات العمل، كان خصها تكون كتحط نفسها مكان المهني وتعرف أشنا هم المسائل اللي هي غادة تطالبهم به. فاليوم لا يعقل أن نطلبوا من الناس هما سادين المحلات ديالهم نطلبوهم بنفس الضريبة، والضريبة اللي على المحل ماشي ضريبة على البيع والشراء اللي هي الرسم المهني، واللي هو احنا بقي عندنا في المغرب احنا الوحيدين اللي بقي عندنا هالطريقة الاحتساب دياله على القيمة الكرائية. فاليوم المحلات مسدودين بأمر إداري، وإلى حلوا وإلى خلفوا الأمر الإداري المهنيين كيتعرضوا لعقوبات حبسية، وكانت كتجي الدولة اللي كتفرض هذه الإجراءات الإدارية كتجي من جهة ثانية وكتبعث لهم الرسائل ديال الإشعارات بالضرائب بالرسم المهني وكتطالبهم بنفس السومة اللي كانت في 2019، وهذا لا يعقل. هذا ما كان إذا هنا كنضربوا العدالة الجبائية. أيضا الخدمات الجماعية، مثلا رسم الخدمات الجماعية، ففي 2020 الجميع يعلم أن المقاهي والمطاعم كانت مغلقة، وكان حتى المواطن ممنوع له يخرج من داره، ولكن كتجينا نفس الخدمات الجماعية بنفس القيمة ديال 2019. حقيقة أن خصنا نكونوا متضامنين، ولكن ما دمنا لم نتوصل بأي تعويض على فقدان هذه الأيام ديال العمل، الأجراء راه هما الوحيدين اللي كانت تم التعويض ديالهم في البداية ديال الجائحة، ولكن اليوم لا. وللأسف القطاعات ديالنا قطاعات اللي معروفة أن النسيج المقاولات فيها هي عبارة عن مقاولات صغيرة وجد صغيرة، إذن ما يمكنش تحمل التبعات أنها خاصة هي اللي تخلص الأجراء ديالها. وخصنا يعرفوا راه المقاولة صغيرة من اللي كتكون راه ما كيكونش فرق ما بين الأجير وما بين رب العمل،
لان كيتعتبروا اسره واحده. ما يمكنش حنا غادي نجاوبوهم ونقولوا للاجراء لا ما غنقدر نعطيك والو ولا ما نساعدك شيء. مفروض علينا ان نساعدوا من الواجب الوطني والتضامني ديالنا مع هذه الفئه. ولكن الى غير اي حد اليوم راه حتى هذاك رب العمل مسكين ما بقاش عنده امكانيات انه يخلص المصاريف ديالو، يخلص الكراوات ديالو. اليوم عندنا تراكمات كبيره والمقاولات اللي كبيره واللي قدرت انها تستافد في البدايه ديال الكونفينمون، بدايه الحجر الصحي من مثلا ضمان اوكسجين او لا ضمان ريموت، حتى هي اليوم راه ولا عندها واحد المستوى المديونيه طالع، واللي هي كانت عندها امكانيه للولوج للسلف، فهي في طبيعه الحال ديالها كتلتجئ للسلف من اجل الاستثمار. لكن بسبب هذه جائحه كوفيد اليوم تم التوجيه ديالها للسلف من اجل سداد بعض المصاريف، وهذا غادي يحجم الامكانيات ديالها وغادي يسد الامكانيات وغادي يفرض عليها واحد القيد اللي غادي ياثر على الاستثمارات المستقبليه ديالها. وما يمكنش اليوم حنايا كفيدراليه مغربيه للمقاهي والمطاعم السريعه وكذلك ككونفدراليه مغربيه لمهن المطاعم كنشوفوا بان هذا القطاع اللي هو قطاع مشرف في المستوى ديال الاستثمارات ديالو مثلا مقارنه مع دول الجوار، مستوى تبارك الله كبير، اللي كيخدم واحد اليد العامله كبيره واللي كيستهدف جميع الفئات وخاصه الهشامنة. اليوم كنشوفوا في ظل عدم التفاعل والتضامن ديال الحكومه مع هذه القطاعات، اليوم كنشوفوا واحد العدد ديال الاغلاقات، واحد العدد ما قدرش يعاود يرجع لمزاوله النشاط ديالو. اليوم عندنا بزاف ديال المؤاخذات على الحكومه، على الجماعات المحليه ايضا لان عندنا علاقه بها مع استغلال الملك العام، فكيف يعقل ان الجماعات المحليه حتى هي ما بغاتش تسمح من الحق ديالها بحجه انه ما عندهاش ايرادات؟ وهنا كنسالوا ثانيا كيفاش احنا عندنا الايرادات اللي كيتفرض علينا ال 50%، كيتفرض علينا الاغلاق في هذا الشهر الكريم، كيتفرض علينا الاغلاق الاولي اللي كان السنه الماضيه. اذا احنا كنا متضررين، وجات واحد الرساله تاع وزاره الداخليه واحد الدوريه، وللاسف اي ما كايناش شي جماعه في المغرب اللي تعاملت بجديه مع هذه الوثيقه واللي هي مدخل قانوني لتطبيق بعض التخفيضات او الخصم يكون موازي الحق في الاستغلال اللي ما كان شيء. لان اليوم احنا كتربطنا مع الجماعات المحليه واحد العقود ديال واحد الرخص باستغلال الملك العام، ولكن الملك العام حتى هو ما استفدناش به نظرا لما فرض علينا بقرارات اداريه. اذا الوضعيه اليوم جد صعبه. اليوم اكبر ازمه وكيعرفها هذه القطاعات ديالنا ديال المقاهي وديال المطاعم، ولكن الحكومه ولا الجماعات المحليه للاسف ما كانوش في الموعد ديال هاد الازمه، وما برهنوش على التضامن ديالهم مع القطاعات ديالنا، والنتيجه اليوم اغلاقات كبيره وكثيره ومناصب الشغل كثيره ضاعت في هاد القطاع.